أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي تماشوان هجاء جبرنام حديث رسول عليه الصلاة والسلام أم هو جارك دي تريد حضور هفدنا أم ميفاني وانا جه حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام صحبت خود دومینن گلی تماشوانا حقوق مسلمان استو هفدو دهنا گلک بگلک انواع حقوق مسلمان استو هفدو دهنا ند ساغیتی بتنه ده دپی مرنه ده جی وظیفند که نسر ملی مروف ده حق ملی مروف ده جرك أموا وظيفة بجيبينن مثلا تجهيز كرنا مريا دميجا مريا دفن كرنا مريا دعاء جوانا كرا وسائرة أفهمي حقوق مسلمان أنا براستي أوانا جد ده فهم كرن بيشخا مسلمان لازم هيج هفدو هبن حقوق مسلمان أشخاصتو هفدو دهنا مسلمان حقيقة براي هفدونا بفي شكلي هاني كيجبو كمروف هيش خوهبي خداي تعالى قالك وظيفة دوي معني دا لما بار كرنا إجا يرود صحبتا خودا جي أمي لسرفي خصا هاني كي بسكنن خداي تعالى مثلا تلميش كرنا لسر مريا وظيفه كي دائما وافانا كي يعني مثلا المجا لسر مريا واجبه يعني فرض كفايه يا هيكو د مملكته كي دا مسلمانه كي وفات بكي اف واجبيتها هاني كي فرضيتها هاني كي لسر تمام مسلمانه يا اما هيكو هناك بجي بينن استوفاني دي تري وجي دارت كفي ويجا هنگا کو جنازه که کی چی ببی تمام مسلمانا الگور امکان اخوا هنگا اشتراکی و جنازه ببن دل می جاوی نا که داد کفن کرنا وی داد ششتنا وی دا یعنی وینا بتنی نهیلن ها کزا اهلی وینا که بتنی نهیلن دوی که لیکا مصیبت دا وانا که بتنی نهیلن اوانا خاصلت کی ضعف خوشکا و دوی که لیکا دا جبراستی مروف محتاجی برای خوی مسلمانه مرو محتاج دوست خوی مرو محتاج اهل خوی کوم رو تنه نه هیلن ایرول دوی دری ویا سوی دوی دری یک جمعیا و چلو مرو تخوازید کدی که کو ساتنگ دا مرو نب تنه بی البته مرو گره که نخوازه کو حواله مرو برای مرو جب تنه بمینی جبروی قاسی حديثك رسول خدا عليه الصلاة والسلام أم بيدس بيبكن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت يا حضرت عائشة رواية كريا يعني مثلا دل ميجا مريا دا چقاكو الميجا مري ايكو اشتراك دكن زحبن هوقا خير جمري رتي هوقا جبو انساني مري فايدتي دهيا يعني دبيجي چي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دبيجي چي جنازه كيك يعني چي مري يكي غاواكو لميجا ويناكي وري كرن ومسلمان ام بيجن لدوي الميجي دا سطح مسلمان هنگاوكو بجفن سطح مسلمان هنگاوكو جب بجفن ولميجا ويناكي بكن وشهد بوني جيرا بدن لسر ايمانا يسر تسليميتا ويناكي مطلقة خداي تعالى جي وشهد بنيا وانا قبلت يعني هنگاوكو ام بيجن جنازك كي چي بو و او مسلماني ويدري هرن لسر الميج بكن تدي ملاجت برسي دبي ون في مرحومي هانيكي ويوي مرحومة هانيكي ون چاوة دبينن دبي ام باش دبينن شهد بنيا قنجية دن شخو ذاتا دبي مرنا مسلمان اجي غريكا مروف شهد بنيا خيري خبر شهد بنيا قنجية مرو خبر حقي وانا كده تشتي كوبي عليه هذا الدليل وري قبول كرن حضور خدا هذا مروبي خبرنا ديش خو أفجو وظيفة كيا
İce inga ku em bejin sadhab insan cenaze ke kidad le mejavi de hazır be ben ujera dua be ken ser mej be ken ujera dua be ken u be wala insane ki qanc bu Hudaye Teala muhakkak şehdabun avan insani haneke, şefaat avan insani haneke, çitke kabul dike, de be madem hafqa musulman, birayvi, embejin de haqqiwi de bir şekli haber dedin ve şehdabun yelser dedin. Velev ku ev duruma vi insani ne bir şekli jibbe Hudaye Teala bir rahma akhud, bir payku vaka musulman ev şehdabun yelser daya, az vi afu dikim, bir şekli haneke, şaf, ev şefaat, او شهد بنيا بخير جوي انسان رتي قبول كرن جبر وين اگلي مسلمانا هنگا کو جنازه کي کي چي بو گله جرا ام دبينن تلي ميزينه يعني ام بجن او کا عربا قوم ويا عربا شري کي باجر چي سري دي تري هو کا انسان هنا القسطه هاني بكوما انسان هنا ساعات ساكنن يعني اشتراكي في او کا وانا کي دكن بتني وانا نه هلا وانا تشتكي خوشه Evç dostaniyet, evç biratiya İslamiyeti. Lebeli hinga kuti lemeji, ji ali ki ve brasti, melaji hineki evki diken. Tele de meyzeyle de hadi 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 kaki hazıra bila lemeji bikin. Emel mejayi bikin. Ji ali yedi tere ve jit lemeji meyzeyle ev kamilleti kuhatiya. Halbuki ve keliki ihtiyacıya vimmirini, vimmiri, bidu'ayı vahaya. İhtiyacıya vimmiri artık. بالمجا واي كل سر المج بكن هي احتياجي او امريكو ده حقي ويده شهده بنا خير ابدا اشتر بجن بي وهي جير دعاء بكن هي حميت لد ميزيني لحو شيد ساكنن وده حباز ده حبيست حبا مثلا تشتكي هندك لد ميزيني لشن لسر المج دكن اف قاسي دي تري ويجي في قنجيا هانيك محرومتك حال بك شو فرصتك شو فرصتك مزنك اوقع انسان ما دام بشنا هفدو ورابن هرم بهفر لسر المج بكن وجير دعاء بكن وشفاعتها ويناك بكن يا ربي ان فينا انسانك قنج دبينن ويناك عفو بك بس ايرا او انسان ان قنج يا مزن كويك اللي كمرو بيبك او نكو هما مرو سر تربا ويناك كوم ببي اما مال سف ان فينا ناك بي ولا ام بيدس ميجن داك ايو كوب دس ميجن بلا ورن ناخير ام دس ميج بكرن مادم ام بروي مريد كيفن وي وقت يجبوك او مري ج عذاب خدا وری محافظه کرین و یا عذاب ویناکی وری هند کرین و یا اشتر بیش خدای تعالی بخیر شهدا بونا ما ام بیجن رحمه لی بکی وی وقتی ام الفینا بگر ام چلو کن گلو ام فیدا ما بدی مری ما هم او کو مودل سر ملی خو هیل گری و بی ول سر بگری نخیر کله تشتا ام دکن هیچ فیدا ناد مری ما لی بلی افتشتی کو فیدا د دنیا د گره ک ام بکن اول چیا اول کو ام وقتی گاوا حاضر بوش بول میجه ام هرن دست میجا خو بگن اگر کو ام به دست میج بین ام دست میجا خو بگرن و ام صف المیج ده بسکنن و ام زیده بونا صف المیج لسروی مری ام زیده بکن ها تشتی کو فایده بده وی کلی کی اوانا کیا پیغمبر خدا جده بجنگا کو صدح به انسان بگی هفدو و شهده بونی جه رب ده بقنجی و شفاعت عیب کی یعنی مدافع عیب کی و عذاب خدا یار بیت و عفو بکی و یم او کای بکی اوانا کی خدا تعالی رد دا واقع انسان هانی کی ناکی جبر وینا گلی تماشا وانا گاوا کوما جنازه کی دی ام وی نبی نبی راخو به ولا اف جنازه هنی کی احتیاجی اوی بزحبونا مهیا کام هنسر المیش بکن کام هنسر اجور بیجم جیر دعا بکن و یا ام جیر بخوینن اوانا گلک ام وینا کی بکن عن ابن عباس رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ديسا ابن عباس رضي الله عنه لوان بيل ويوبافي ويناكي بي قوتيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحك الرسول خدا دقو رجكي ما من رجل مسلم يموت مسلمك مسلمان ويا بيرك مسلما ام بجن هنگاكو بمري فيقوم على جنازته ولسر جنازه ويناكي جي شلحب انسان شلحب زلام كو حاضر ببن انساني كو شريك اش خدير چنه يعني اهل ايمان هنگاكو حاضر ببن الا شفعهم الله فيه محقق هنگاكو حاضر دبنو وشهد بوني خيري رد لسر ددن وقنجيا ويناكي اقرار دكنو وخبر ددن
محقق خداي تعالى وشهد بونيا وانا كي قبول بك يعني هنگاكو مريه كي مسلمان امر و امبيجن في غمر خدا گوتيه چل حب انسان هنگاكو حاضر ببند جنازه وينا كيدا و شهد بونا خير جرا بدن و دعا جرا بكين هيفيا عفو كرنا وش خدا بخوازن محقق و انساني كو وينا كيد كن يتركي هم بس بلا نا مشرك بن حاشا اهل ايمان بن محقق خداي تعالى شهد ابونا واناكي دعاي واناكي جبوي مري قبولتكي وانا اوكي كي مظن جبو مري ما غيرك ام وانا جوي خنجي اخوا ام واناكي محرومناكي. عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزاؤهم عليها ثلاثة أجزاء جزاءهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. دبي گوتیا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گوتیا هنگاو کو لمیجا جنازه لمیجا کی وسا کو بسی صفا یعنی او جماعت بسی صفا هات بکرن لمیجا وینا کی بو شکلی هات بکرن یعنی سی صف چه بو بن لسر جنازه که کی او لمیج بو شکلی هات بکرن محقق خدای تعالی او انسانی يعني دا خستنا جنتي لسروي مسلماني حق بي يعني هنگاكو سي صف دا جنازة كي مسلمانا دا چه ببنو بوي شكل سروري المشكرين بوي شكل هانيكي خدايت على جنتي لسروي انساني حق كي. طبي اف دبي هنگاكو بوي شكل رسول خد عليه الصلاة والسلام جي وساكريا هنگاوكو مسلمان حاضر دبن جبو لميجا جنازة واتيخ بروينا واتيخنا سي صف دبن ببن سي صف وفي شكل لميج بكن لو را هنگاوكو لميجا كي بسي صفا لسر جنازة كي وري كرن محقق خداي تعالى وي انساني عفو دكي و جنة جوي انساني را حق دبن ان شاء الله اهل ايمان بي لو را اشتراك مسلمانا شهدبنا مسلمانا دعاية مسلمانا جبوي انساني خداي تعالى ردنا كي شكو خدا دخوازي عبد اخوا عفو بكي جبوك وعفو بكي عادتا دخوازي هناك هنجت شي ببن هناك سبب شي ببن هبونا مسلمانا ودعاي وانا كي ولميجا وا مسلمانا سربراي واي مسلمان وانا حمي جبو فيناكي خيرن قالك مسلمان هبدو جوان قنجي هانيكي محروم لكن قالي مسلمانا بلي طبي هنگاوكو مرو الميجا جنازة كير اما قو چقاكو يعني جخو اوكي حديثي كو مخوندن افتي فهم كرن حتى جموري ام اشتراكا الميجا جنازة بلا زيدة ببين ياد دوا بلا سيصف ببن سيصف افانا قالك ما فينا كفهم كير يا سيسيا مروف جوي انساني رد دعا بكي ومروف عفوا ويناكش خدا بخوازي هنگا کو افتشتی هانی که چه بن خدای تعالی محقق وی انسان مری دده خاطر وان مسلمانا دده خاطر وان دعای هانی که و شفاعت هانی که وک عادتا یعنی هنگا کو ویگا یکی الهمبر و گناه کی کربی و اشتر بجم ونجی عاد زبو بن فقط نیک ندو نسی صد حب چل حب زام چخا جماعتا کی انسان هاتا دوید دریوا و کا خودش با خودت وینا که عفو بکی و رحمه لی بکا و تو که وی پیره نکا و حاصلش مزنه که هنگا و کهات ندوه دریه مزنه که افتشتی هانه که خواستن او مزن لائق خو نابینه که واقع انسانا رد بکی و واتشتی که تخوازن بجینه اینه چون کن جکار مزنه یا اجابتا خواستنه ای خداش هر کسی مستره خداش هر کسی رحمه ای زحفتره خداش هر کسی مرتره هنگا افقا انسان مسلمان
هر ندوي دري خدا هر نجامي ولسر جنازه خو بسكنو المجاي بكنو بير جرا دعاء بكنو يا ربي اف براي مي مسلمان ويا خشكا مي مسلمان ما انيا ما لاتا ما تسليميتا كريا يا ربي توي عفو بكي تو گنه ونا عفو بكي تو ند جزاي تو جهنم خو محافظه بكي وسايره يا يك ددو سيفق انسان هاني كينگا في زار زار بكن شفاعت اب انسان يعني كي بكن خدا تعالى لائق خنا بيني كوبان مراجعته هانه كي وان رجاي هانه كي كورد بكي اوانا فيدي دي انساني گريكم جبينا جهورا بكن ايجا تدي دوي اشي ده ان تشتي مهم كو مروف دعا بكي تبي مري اخوة ده قالوا مروف چه دعا بكي وي زحفتر فيدي جي ببينن مروف چه دعا بكي جبو مري اخوة گرك دل ميجي ده ميجا جنازة ده گرك لسر تربا گرك دبي واتشتي هانه كي حميارا حتى مروف ساغا يعني مرو چه دعاج مريه خورا بكي مقبولة پیغمبر خدا زحفتر كي جان دعا کرنا عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم على جنازة دبي رسول خدا روجه كل سر جنازه كي في شكلي يعني المجد كر دعا كر ما فيناك جي حفظ كر ما هين بو فحفظت من دعائه وهو يقول دبي ان جاك رسول خدا دعاء كر سر جنازه كي ام جلوي دريبو ما بيناك اجبرك يعني مش دعائي بيناك اجبرك شو تقول رسول خدا اللهم اغفر له وارحمه يا ربي توي بغفريني يعني تقول هي بيناك عفو بكي وترحم اخوالي بكي اللهم اغفر له وارحمه كل ما نجبرو بجي يعني جبو مريخ خوا هنگا موچو سر تربا هنگا موچو سر جنازة هنگا موچو اشتر بسر مزال يعني دوی کلی که داد شده کو پیغمبر خدا چلو دعات کرد جمیری خورا و جمیری مسلمان الله افدگو اللهم مغفر له و رحم یا ربی توی بغفرینه یا ربی توی گنه و ناک عفو بکی و تو رحم خاله بکی و عافیه و یا ربی توی ناک یعنی د پای مرنه د حیات کی بخوشیت بخی نصیبی و ناک و عفو عنه و تو گنه و ناک عفو بکی من نزوله يا ربي اوجهك وتكفيدك وقبره ويناك يا دوي قبره ويناك تفرح بك قبره ويناك تدي طنقه ان قاموت يخيد صرت نش دي دينن يعني انك بشكل كل سنه خسر بشتي كنا بوجه فرحيه يا ربي تو قبره ويناك فرح بك چونك انسان الدنيا هذا جي جهه طنق نخوشه اخرت هذا جي طنقه اين خوشه ووسع مدخله يعني أوجهك كتيدة يا ربي تفرى بك مري تإكرام إلي بك وأكرم نزوله وتإكرام ويناك بك وت يعني أوجهك كتيدة تإكرام خلي بك تخنجي لي بك وتجي ويناك فرى بك وغسله بالماء والثلج والبرد يا ربي توي بشوي يعني تتوي باقش بك تدي شو اشتنا مري ارتق انسان مري يخد شو اجيب بدا خدا چلوه پاقش بكي چلوه بشوه معنوي اولا رخ يعني وي پاقش بكي وي تميز بكي چونكو انسان بگنها خود حرميني ها ايجا بي چلو جلكي كود حرمي مروب آوه دشوه وسائرة پیغمبر خدا جي اف دعات كري يا ربي توي بشوه بچه بآوه ببرفه و ب امجن طيروكي چما خصوصا آو و وانا که هات ناو کی کرن اینک عالم فید بیجن دبی مثلا آف جبو شوش پاقش کرنه یا بی چلو آف تشتا کی پاقش دکی بوی شکلی هانه که گونه انسان جی وانا پاقش کرن و طیروک و برف وانا که جی علامت هینک بونیه نا چونکو انسان یعنی هنگا کو عذاب خدا ببینی جهنم خدا کلیا حتى انسان دبي اثناء سكراتي ده داهي يعني مثلا دبي وناك زواد بي عاده حرارتي وناك زيد دبي وجهنم بقربونا اخوا قبر هكذا بعذاب جهنم نعوذ بالله اف انسان دشوتي ها في شكلي هاني كي يا ربي تو بيخي خوشي ده شلو واناك هينكاي تشتكن يعني تو هناك عذاب جهنم ايش قرما جهنم الشواطا جهنم تو بشكلها نك سلامتي بدي دا ونقه من الخطايا يا ربي تويش جناش خطاش قصورة توي باقش بك كما توي باقش بك كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس بشوا جل جلاب قريش يعني
تی پاکش کردن اوجلا قرش و سپی به چه وقتی پاکش کردن به آوی و واتشته هانی که یا ربی توی جی پاکش بکی جگنها توی پاکش بکش خطا توی پاکش بکش که مایه کتی دهنا و ابدله دارا خیرا من داره یا ربی تو جیه کی جمالا وی خوشتر بخی نصیبه وی ناکی تدی انسان جمالا خود دارد که به هنگاب کدوم ری آرتق چه جیه کی دیتره اول کدره او منزلا وی ناکی اول قبره یعنی تو وی قبره وی جمالا وی خوشتر بکی جمالا وی فرحتر بکی جمالا وی رونایتر بکی و ها کزا جیه کو چوی دجی جنتی جنت جمالا هر کسی خوشتره جهنم نخوشه یعنی تو جیه کی او صابت یه تو مالا که او صابت یه کش مالا وی دنیای خوشتر بی و اهلا خیرا من اهله یا ربی تو اهلی وی هنک اهل بدیه دا کش اهلی مالا وی خوشتر بی تو دی انسان اینگه کل مالا خوی پیره کی وینا که هنه و اشتر بیجم زارو کی وینا که نه وسایر اهلی وینا هنه لوی دنیای جی تو هنک اهلی کش مالا اهلی وی دنیای قنشتر جیرا زحفتر جی حست کن زحفتر قیمت دنیا دا تو اهل اهل نوصا بديتو هناك انسان بو شكلي يعني ملائكة خدا تو بيخي اهل جيرا وزوجا خيرا من زوجه يا ربي تو بيركش بيركا وي تشتر بيخي نصيبي وينا كيد اخرته دا وادخله الجنة يا ربي تو داخلي جنتي بكي واعذه من عذاب القبر يا ربي تو عذاب قبري آزاد بكي محافظة بكي ومن عذاب النار وج عذاب جهنم يا ربي تويناك دور بكي تويناك محافظة بكي حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت أف صحابة بيجد بيهنجاكو مدي بيغنبري خدا عليه الصلاة والسلام بفي شكل جوي مريرة دعاء كير أفقات شتي خوش جيرا خوستن بقو خيرا حد خوش جيرا أز شنافي مريدة بامو بيغنبري خدا أف دعاء جمرا كربانا افقا دعای خیر جمرا کربانه ایجا وات اشتهانه که مروف شخورا هین ببی جبر بکی و بشکلی که پیغمبر خدا خواستن مروش مدیه خورا ده هر وقتی دا مرو هم شخورا هم مدیه خورا مرو وان دعای هانه که پیغمبر خدا اف دعات کر لسر جنازه خواه لسر مدیه خواه عن ابی هریره رضی الله عنها عنه و ابی قتاده و ابی ابراهیم الاشهلی عن ابیه و ابو صاحبي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلي عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي أو جبابي رواية كريا إبراهيم الأشهلي وبابي ويناكجي صحابي بو رضي الله عنهم رضي بنا خدا الفناخ كحميابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال أفجي روايات كنت بيبقى صلى الله عليه وسلم دروجي كسر جنازة كلمة يشكر فقال تقو اللهم اغفر لي حينا يا ربي تساغي ما عفو بك وميتنا تمري ما عفو بك وصغيرنا زاروك ما وكبيرنا مظني ما وذكرنا وأنثانا زلامي ما بيركي ما وشاهدنا وغائبنا حاضر ما ونضاي ما يعني يكون حاضر تحميا بغفرني قنه واناك عفو بك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام يا ربي أويكو جماتا صح كرنت واناك لسر إسلام يعني حياتك لسر إسلام يبديوا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا ربي أويكو تمران دنجي جما يا ربي توال سر إيماني بمريني يعني أويكو توادين الدنيا صاغبونية ديوا دس بحياتي دكين حياتا دنيا دمشين يا ربي حياته وبلا إسلامي بحياتك كنت بي رازيت بخي نصيبي مش صغارة ده حتى كنا بدوها لبلي إيه كنت واد مريني يا ربي تواب إيمان بمريني بلي مريه ما بإيمان بمرين خوشا وإيه كهاتنا الدنيا يجي صاغي ما بعمل صالح حياته خوب مشينا خوشا أفهر دوش جوا هر دو صنف إنسان أرى لازم بغمري خدا في شكل دعاء تكر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا ربي اف جنازه هانه کی کو امته ده حاضر بونا یا ربی تمش خیر اوی جنازه هانه کی محروم نک یعنی جنازه کی حاضر بویا اف جنازه هانه کی کو اشتراک تیر او خوش خدا خیر تبن یعنی هنگا موت چل مجا جنازت کی هنگا کو مرو دین اسم لے خوا موت بی وی تخ تر بی دمو دفن کی ور حاصل شوی و شوی اوانا کی مرو پی خدا خیر تبن بچلو هبونا مرو بهورا
جبوی جنازه خیر شهده بون امرو دعای امرو مقبولن اشتراک امروش مرور جی خیره یعنی خیرج مرور جی ها یا ربی هبون امدوی جنازه هانه که دا مكافات دهيت مجوي مكافاتي محروم نكي ودبي وفي انسان يكون مريدا اما انا الدنيا يا ربي تمجي نخي فتنه ده يعني تما نخي قلنا هذا تبني ما نخي ضلالته ده ام دبي وينا كده ام حياتك باقش در باسك يعني هم جخور امر دعاتك هم جوينا كره دعاتك پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام بوي شكلي لسر جنازه كده بي مديك ودعاتك حالي لا امجي قالك وان دعای هانی که شخورا بکن یعنی هنگه مول و دعات میزینی گلی تماشا وانا جالی کی و جبو اهل ایمان مرن اهل یعنی مریه ما اهل گرک ایمان امجوارا تمانی بکن و مهش ساغی خوشی هبن بلی اکو بمرن حیاتا که پاکش عمل اک صالح مو جوان اکر و شخورا تمانی بکن و دای تعالی مریه ما حمی عفو مغفیرت بکن ما تفده جیب ساغی تی حیاتا که اسلامی بخی نصیب ما بلی گلی تماشوان هیجا مهاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه کدیم تبدیم خیر و خوشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.